ખાસ કરીને તમારા ભાઈઓને અને પછી જ્યારે કહે છે કે શૈતાન ખોટો દુશ્મન છે કે જ્યારે બે રસ્તા હોય એક શૈતાનનો માર્ગ હોય એક અલ્લાહનો માર્ગ હોય તો આપણી ઓલાદને મદદ કરે કે દીકરા દીકરી આ અલ્લાહના રસ્તાને પકડજે કોઈ દિવસ શૈતાનના રસ્તાને ના પકડજે તરબિયત માટે આપણે જો તો શું પૂરી કરબલા તરબિયત માટે આપણી સામે છે જે 500 વર્ષના દીકરાઓ છે 13 વર્ષના દીકરાઓ છે 18 વર્ષની ઓલાદો દરેક જે છે એ પોતાના ઈમાનની ઇતાતના રસ્તામાં પોતાની જાનને કુરબાન કરવા માટે તૈયાર છે આ બીજું કાંઈ નહીં પણ માની તરબિયત છે કે કરબલામાં દેખાય છે જે માં જનાબે મુસ્લિમના ફરજની કા સાદત છે કા સાદતનો દિવસ છે કેવી તરબિયત જનાબે મુસ્લિમે કેવી તરબિયત જનાબે મુસ્લિમની મદામની વાઇફની કે ઓલાદ જે છે એ ફરજંદ રસૂલ પર જાન કુરબાન કરે તો આપણે એને અલ્લાહના રસ્તાની હિદાયત કરે પછી ઈમામ ફરમાવે છે ફમુસાબુન અલા ذالિકા વ મુઆકબુન અગર તમે તમારી જવાબદારીને પૂર્ણ કરશો તો સવાબ મેળવશો શું જવાબદારી ઈમામ બતાવે છે કે દીકરાઓને દીકરીઓને અલ્લાહના રસ્તામાં મદદ કરે અગર આપણે મદદ કર્યા છે તો આ જવાબદારી અદા કરવાના બદલામાં અલ્લાહ આપણને શું અતા કરશે સવાબ અતા કરશે અને ઈમામ કહે છે કે અને આગળ જવાબદારીને અદા કરવામાં આળસ કરશો તો તેની સજા મેળવશો અસ્તગફિરુલ્લાહ અલ્લઝી લા ઇલાહા ઇલ્લા હુવ અલ હય અલ ક્યુમ ફિલ જલાલિ વલ ઇકરામિ ફાતુ ફાઇદૈ અસ્તગફિરુલ્લાહ અલ્લઝી લા استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام فاتوب اليه شرم کرو چلا نام تی جرم مان نه رحیم سے اے اللہ ہماری آنکھوں نے خرابی نے خیانت کی محفوظ را ہمارا کانوں نے نکامی نے کی بر کی باتوں صبر باقی بچا اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلبي البشر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل يا أرحم الراحمين يا
بحق محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا تعلم الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا إمام زين العابدين، إمام محمد باقر، إمام جعفر الصادق، إمام موسى القادم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب القربى، السلام عليك يا سلطان ابو الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، وعلى اختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام محمد تقي، إمام علي النقي، إمام حسن العسكري. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها البني الناصع، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك أجل الله لك ما بعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأكراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وانتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج في عين المؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج، لا يحمي على من انصاره واعوانه وشيعته، لا يحمي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، لا يحمي والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، لا يحمي. اللهم ادخل الى اهل القبور السرور، لا يحمي. اللهم اشف كل مريض، لا يحمي. اللهم فك كل اسير، لا يحمي. اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، لا يحمي. اللهم اصلح وعلى المسلمين في فلسطين، لا يحمي. في كل مكان، لا يحمي. يا ذا الجلال والاكرام، لا يحمي. يا معز المؤمنين المستضعفين، لا يحمي. يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين، لا يحمي. انك على كل شيء قدير. الله صل على محمد وآل محمد. ناري تكبير، بتالي فاواز بلند صلوات الله يا صل على محمد وعلى آل محمد. الأجل 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 منتظر كيوں نہ ہو آنکھیں تیرے دیوانے کی بات نکلی ہے زمانے میں تیرے آنے کی تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ تیرا منتظر ہے سارا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہمیں جیتے جی اپنا چہرہ دکھانا امام زمانہ امام زمانہ تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ امام زمانہ تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ مہدی امام زمانہ امام زمانہ سزا دیجئے اس کو پردہ ہٹا کر جو فتوے لگاتا ہے فرش عذاب پر سزا دیجئے اس کو پردہ ہٹا کر جو فتوے لگاتا ہے فرش عذاب پر بنے ذوالفقار علی کا نشانہ امام زمانہ امام زمانہ تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ سناؤں علی کا قصیدہ ہے حسرت اے مولا جس میں